Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia untuk soalan yang pertama, Surah An-Nisa ayat 129 juzuk yang kelima muka surat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. Cuba sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا حَسْبُكَ. Soalan yang kedua, Surah Al-An'am ayat 130 juzuk yang ke-8 muka surat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Ulang, kamu diatuskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين حسبك. Soalan yang ketiga, sila baca ayat berikut dengan bertarannum bermula ayat 253 Suratul Baqarah juzuk yang ketiga muka surat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ulang kemudian teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضل قلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا
صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saudara para penonton dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, begitulah tadi kita baru sahaja diperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh saudari Nur Hidayah binti Muhammad Yusuf beserta yang mewakili negeri Johor.